الخياطة على بركة الله، نجمعوا هاد الخياطة اللي هاد التقطيع اللي درنا ديال ديكو، غنشد هاد القطعة هادي وغنلصقها هنايا، غنقادها وخزنا داك جوج سنتيم اللي كنا زدنا في الفصالة، غادي ندخلوها لداخل داك جوج سنتيم بحال غادي يجينا هو هذاك. ومن الاحسن الى هذا ديروا البانكات باش تجيكم مزيانه خياطه والدور مزيان صافي، وتمشيو معاها هكا كتقادوه كامل كما شفتوا هكا حتى للتالي لهنايا. هذا هو التالي ديالو، فين خلينا هنا واحد الخمسة ديال السنتيم باش ما يتلفوناش هاد القطاع ديال الامام مع ديال الخلف صافي. ونحطو نخيطو، نشدو سنتيم هنا ديال الخياطة ديالنا ونمشيو معاه. هذه هي الخياطة ديال ديكو، هنايا رامي غادي نديرو عبار الصباط، غادي طيح لنا الخياطة عبار الصباط وبالبريسة غادي تشبق هاد هكا طالعة. دابا غندوز نخيط معاكم ديال الظهر، هدا عاود الخلف هو هدا. نجيب هاد الجهة هادي وغنشدها من هنايا حتى هي كما درت في الامام نيشان، غادي نشدها من هنا من الراس ونمشي معاها من هنايا وانا غادا، ما كنجبدش لا هذا ولا هذا، كنمشي معاهم مقادين. كما شفتوا هنا راه كيخرج نيشان، كتخرج مقاده الخياطه، مكيجي لا زياده لا والو. هنا التالي صافي، هذا هو الظهر عاود ديالنا الجهه الاولى. مازال لصق الجهه الثانيه، ها هي لاصقه هنا فيه، ندير لها هكايا نفس الطريقه اللي درنا الجهه الاخرى صافي. ونمشيو معاها ونوليو نعاودو بعبار الصباط صافي. هذه هي الطريقه ديال الخياطه ديال ديكو.
هذا الكول ديالنا كما شفتوا راه لصقت معاكم هاد التبطين هذا قبيله. فاش طليت في الموديل اللي مصيفطه لي السيده اللي بغات هاد المونطو، لقيت فاش كنديرو جهه على جهه هاد الكروازي كيبقى واحد 10 سنتيم، كتبقى ما مكرز ماشي كتبقى في العنق، كتبقى ماشي كروازي، كتبقى هكا يعني واحد 10 سنتيم. هاد البلاصه هادي كتكروازا مع هادي، خدتها هنايا كتكروازا 9 سنتيم اللي درنا ديال الكروازي، وكتبقى واحد المسافه هكايا. وعاد كيجي داك الكول شوميز هنايا، داك الكول اللي كيجي لاصق هنا فهاد الجهه. دابا هنايا غادي نصلح هاد المشكل اللي عندي هنايا. هو ماشي مشكل، هو غير نسيتو انا في الاول ملي كنت كنفصل ما انتبهتش في التصويره. دخلت هنايا واحد 5 سنتيم فهاد الجهه هادي، وخمسة ديال السنتيم فهاد الجهه هادي. هادي راها صوبتها ريقلتها، وغنوري معاكم هاد الجهه هادي. هنا دخلت واحد 5 سنتيم، ها هي في الحد ديالها، وغادي نقطع هاد شويه هذا. وهنا في غيجي لاصق لنا داك الكول اللي غيجي من الفوق، غيجي لاصق حد هنايا، حد هاد البلاصه هادي. وهاد الخمسه هادي مع الخمسه ديال الجهه الاخرى هذيك غتبقى لنا، ما غاديش نلصقوا فيها بحال اللي نقصنا من الطول ديال الكول اللي غيجي لاصق هنا. نقصنا منه 5 سنتيم من هاد الجي و 5 سنتيم من هاد الجي. دابا نشدو هكايا تبطين، وهاد الجهه ديال المونطو تبطين بجوجهم. هذا في حالتي الا كنتو باغيين ديروا نفس الموديل اللي غنحط انا في التصويره. اما الا ما بغيتوش ديروا نفس الموديل فديروا كل ديالكم كل شوميز هنايا تلصقوه حد هنايا وصافي، غيجي مي كيتحل كيجي بحال كل طيور، ومي كيتسد راه كيجي كروازي. دابا هنايا غادي نقلب هاد الجهه هادي، هنايا غادي ندير واحد الكرانه ديالها واحد سنتيم ولا نص سنتيم صافي، وندوز عليها بالخياطه هاد 5 سنتيم نخيطها. نشد من هنا فين خيطت قبيله حتى فين درت الكرانه، هنايا راه عندي في الكول 23. وهذا الكول هذا اللي غندير كل شوميزه كيكون واحد الكول بحال كل اوفيسيل، وعاد كيجي لاصق عليه كل شوميز. غنقطع فيه 7 سنتيم في العرض، حيت غتمشي سنتيم من هنا من التحت وسنتيم من هنا ديال الخياطه، غيبقى فيه 5 سنتيم. من هاد الجهة هادي اللي غتكون من الأمام غنقص منها 1 سنتيم هكا، ونصيل هكا بخط غير هنايا، نخرج لهنا للتالي. صافي هدا هو الكول ديالي، راه هنا على جوج، عندي جوج قطع. غادي نخيط دابا الكول بعد الكول هذا.
صافي هنايا راه حطيت هذا اللي فيه الفيزلين، حطيته هنايا من الفوق، والقطعه اللي ما فيهاش من التحت، وهذا درته في الوسط هذا، وغندوز عليه بسنتيم ديال الخياطه من هنا. دابا غادي نقلب من هنا، نخيط من هاد البلاصه هادي، نخيط على حد هاد الكول هذا من هنا ومن هاد الجهه هادي. ندير هنايا كرانات، صافي هكايا. غادي نعاود خياطة واحدة اخرى هنايا باش تثبت لي هاد الخياطة اللي عندي هنايا تجي ثابتة. وهذا الكول ديالنا، هذا التبطين ديالنا هو هذا. غنجيبو هاد التبطين ديال الخلف، هاد السجفة ديال الخلف، ونلصقوها. نلصق هكايا من هنايا، ندوز عليها بخياطة واحد السنتيم من هنايا ولا نص سنتيم هكا، باش غتجي الخياطة لداخل، ونلصق الجهة الأخرى عاود هكا. كما شفتو معايا أنا لصقتها في هاد التبطين. دابا غنجيب الكول غنلصقو هنايا، هذا هو المنتصف ديال الظهر ديال الدورة ديال العنق، هذا هو المنتصف ديالها، راه دايره فيها انا كرانه. غادي نجيب الكول ديالي وغادي نلصقو هنايا، هاد البلاصه هادي. هنايا ها هو جاني هنايا قد مع هذا، جاني نفس القياس هنا. غادي ندير هنا هاد الخياطة هادي اللي عندي هنايا، غنديرها مع هاد الخياطة هنا، ونقلب عليه هاد السجفة ديال الخلف، صافي. وندخل هاد الكول هذا هنايا، ندخلو واحد السنتيم باش ندوز عليه بالخياطة، ونشدو هنايا بالبانكا. ندوز عليه بالخياط، صافي. نشد الجهة الأخرى تا هي، غنجي للسجفة تا هي، وغنشدها معاهم هنايا، وندوز عليهم كاملين بالخياطة من هنايا. هنا راه قديت الكول كما شفتو، هنايا هذا الكول في الوسط، هادي داك السجفة ديال الظهر، التبطين اللي شاد على الامام هو هذا، صافي. دابا راني مقاده بالبانكات، غندوز عليه بالخياطه من هنا، غنبدا الخياطه من هنا ونمشي.
هو الكول ديالنا كيجي على هذه الطريقه هذه. مازال غندوزو عليه من هنا بخياطه، حتى هذا غندوزو عليه بعبار الصباط من هنايا.